بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بيان اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ببلدية الجفرة بشان تسجيل حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 26/6/2020. نهيب بكافة مواطنين ببلدية الجفرة ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجوال ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية. وإن الفريق الطبي المخصص في مركز العزل السريري الكائن بمستشفى ودان العام يؤدي خدماته طيلة 24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للحالات المصابة. حفظ الله البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.